السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في ايبيزود جديده من البودكاست تاعكم احنا فيرسيس هما. اليوم جينا نحكوكم على سوجي طري طري امبورطون اللي هو البوليتيك في الجزائر. السياسه حاجه معقده بزاف، بصح ماشي شرط نكونوا كبار في السن ولا نكونوا شيوخه باش نمارسوها. هما في الدول الغربيه عندهم رجال سياسيين ولا وزراء مي صغار في السن، يخدموا نورمال، دايرين فيهم ثقه وسقموا بلادهم. كيما بار اكزومبل وزير الصحه تاع لا سويد زيد في 85 عمره برسك 30 سنه، مي هنا في بلادنا كاين تلقى في عمره 30 سنه ومازال فيه لافاك. مي حنا الوزراء تاعنا تلقاهم يا حسره من وقت نابليون. هما في الدول الغربيه الوزراء تاعهم تلقاهم يشبهوا المناصب تاعهم، كيما بار اكزومبل الوزيره تاع البيئه على هولندا صغيره شابه مسراره كيما البيئات على هولندا. مي بينات السياسه بكري ودوكا تبدلت بزاف. بكري كنا نشوفوا زوج يهضروا في السياسه كتبنا بيزار، مي في وقتنا هذا كاع الناس ولات تفهم في السياسه ولات واعيه اكثر، كبار صغار شيوخه. ومن بكري باش تهضر في البوليتيك واعره بزاف، ما كاش الجيري ما سيتش تهضر قدامه البوليتيك وما رياجاش هكذا. والله ما فهمتش راهم يهضروا كاع قهمونا بالبوليتيك هذا. بكري اللي تهضر قدامه البوليتيك يرياجي هكذا. يا خو وين شفت الفضيحه تاع الوزير اللي دراه مهرب؟ اي ما تحوس باصين، ما تهضرليش على البوليتيك. تحب تهضر على البوليتيك اهضر بعيد، تحوس دخلني الحبس. مي دوكا اهضر في البوليتيك حتى تكره يا خو. شفت الفضيحه اللي داروها في الجورنال؟ قال لك الوزير دا دراها مهرب. ومن بعد يا خو دي جاتك جديده، الناس قاعد يتسرق نار مع العقار. بكري كنا ما نفهموش في السياسه، مي كنا نفهموا واش كانوا يقولوا السياسيين. ودوكا العكس، نفهموا كاع في السياسه بصح ما نفهموش واش يقولوا السياسيين. ما فهمتش علاش السياسيين تاعنا ما يعرفوش يهضروا عربيه، والله ما فهمت. تقول شي مرض عداهم. مي يعجبوني السياسيين تاعنا اشاك فوا يديروا ديسكور يجبد لك على الثوره والمجاهدين باش يلعبوا على لي زيموسيون ويقنعوا الناس، راك فاهم. وقمنا بسياسات استراتيجيه في دائره الخص الخو الخو وساس تحيا المجاهدين اللي ماتوا على البلاد واللي ضحاو، والمجاهدين لازم دائما نتاثروا بهم ونخدموا بكلامهم. انت غير نحكي مع المجاهدين يفرحوا، نبدا دائما نحكي المجاهدين. هي صح الثوره في قلوبنا والمجاهدين الله يرحمهم، مي حرونا البلاد ماشي باش كل يوم نبداو نشكروهم، مي باش نخدموا البلاد. السياسه وشنو هي؟ السياسه هي ايجاد حلول ولا دي سوليسيون للشعب بطريقه سلميه وديمقراطيه. كيما هما في الدول الغربيه السياسيين تاعهم تلقاهم كيتناقشوا يهضروا غير بالعقل بطريقه سلميه. مي هنا في الجزائر كي تشوف حصه سياسيه تحسك شغل السياسيين راهم يضربوا فيها مو مشي يتناقشوا. وين راهي الديمقراطيه؟ دانييرمون كي طاحت السومه تاع البترول السياسيين تاعنا داروا التقشف باش هكذا زعما يسقموا البلاد ويخرجوهم من الازمه. مي ما فهمتش، يلغيو كاع مسابقات تاع التشغيل على جال التقشف، قلنا معليش. مي يخلوا الحان وشباب، والله ما فهمت زعما باش البطال يبدا يزهى. مي بارفا السياسيين تاعنا تحسهم يتمسخروا بينا من اللي دينا الاستقلال وهما يقولوا لنا الجزائر بلاد في طريق النمو. مي حتى دوكا مازالوا يقولوا لنا الجزائر بلاد مازالها في طريق النمو. في 62 قالوا البلاد راه في طريق النمو، وفي 2015 قالوا تاني البلاد راه في طريق النمو. تما كاين دو بوسيبيليتي، يا طريق النمو طويله بزاف بزاف ولا رانا غالطين في الطريق، والله ما على بالي. وباش يكون الشعب له علاقه بالحكومه تاعو ايبان كاين بيناتهم البرلمانيين يفوتوا عليهم هما باش ينقلوا التطلعات تاعهم والمشاكل تاعهم للحكومه ويسيو يلقاو لهم حلول. مي غير هنا في الجزائر تلقى البرلمانيين ما يحوسوش يحلوا المشاكل تاع الشعب، يحلوا المشاكل تاعهم هما. حنا البرلمانيين في الجزائر رانا محقورين، نخلصوا غير 30 مليون، ماناش نطالبوا بزاف، نطالبوا غير يزيدونا 45 ولا 50 مليون الشهريه ماهيش تكفي. نعطيكم مثال التاليه كاع يعيطوا لك دراهم كيروحوا كاع فليكسي باسكو غير لي بيبي لك ما كاينش كاع اللي يعيط. في الشعب راه لاباس بي انا واش دخلني فيك، 30 مليون ما تكفيناش عاونونا. هما لي ديبيوتي تاعهم تلقاها عندهم نيفو عالي سي بور سا تلقاهم شبعانين. كيما ديبيوتي تاع لاكيني الفا كوندي عنده شهاده بكالوريا، شهاده دراسات عليا، شهاده قانون العام بجامعه باري. وجينيرالمون تلقى لي ديبيوتي تاعنا ما يحسوش كاع للشعب، اونفان غير كي تلحق الانتخابات. ايها الشعب فوطيو علينا ورانا معاكم، سقموكم بلادكم، فوطيو علينا، فوطيو. وراهم الوعود اللي وعدتونا بهم، ماشي قلتونا نحققوكم بكل المطالب. انتوما تعرفوا غير تشكيو ومن بعد نهضروا، عينا من المطالب تاعكم انتوما. الله. في لافان تاع ليبيزود واش تحبوني نقول لكم؟ ان شاء الله السياسيين تاعنا يكون حقهم الميساج، وما تنسوش باللي هذه البلاد راهي امانه في رقبتنا. بيس.